أكيد مشاهدينا مكملين بآخر فقراتنا الصباحية لليوم. وشو موضوعنا؟ زينب، موضوع بهم كل الناس، شباب وصبايا. ومثل ما بنسمع إيمان، الاستقلاب السريع والاستقلاب البطيء، كثير مننا يمكن ما بيعرف شو هو الاستقلاب بمفهومه الصح وشو تأثيره على وزن الجسم، وكيف فينا نسرع أو نبطئ من هذا الاستقلاب حسب مشكلة كل شخص أو حتى رغبة كل شخص. كل هي الأسئلة رح تجاوبنا عليها أخصائية التغذية هي شجاع. صباح الخير. صباح هي الخير. إن شاء الله صباحك. يسعد صباحك هي. يعني اول شيء انت مبسوطه اليوم بالبرودات؟ خلينا مبسوطه. اكيد كلنا مبسوطين بالبرود، بس هيك ان شاء الله ما يصير كثير برد. خلينا نحكي شوي هيا عن موضوع الاستقلاب. كثير من الناس مثل ما قالت فرح انه ممكن يقول استقلابي بطيء، بس ما يعرفوا شو هو الاستقلاب بالمفهوم الصحيح. خلينا نفهم منك هذا الموضوع. الاستقلاب هو مو بس انه انا نحيفه او انا سمينه. الاستقلاب هو عباره عن مجموعه من العمليات الحيويه اللي بيقوم فيها الجسم، يعني مثل شو؟ مثل التنفس، مثل دوران الدم، مثل بناء الخلايا، الهدم والبناء. هذول الاثنين كلياتهم بيجمعوا من عمليه الاستقلاب. هذا الشيء اللي بيؤدي انه شخص يكون زياده عنده نحف، او عم بيقول لك انا ما عم بسمن لو شو ما بعمل، او بيقول لك انا من الهوا بسمن مثلا، يعني العكس تماما موضوع النحافه. كثير بتسمعي انه انا اذا بشم الهواء بسمن، او انا اذا باكل زيتونه بسمن، وكثير بتسمعي انا شو ما باكل وقد ما باكل ما بسمن. شو السبب لهذا الشيء؟ ان كان الاستقلاب السريع وان كان الاستقلاب البطيء، شو السبب؟ تمام. الاستقلاب، خلينا نحكي اول شيء على الاستقلاب البطيء. الاستقلاب البطيء هو بيكون الشخص عم الغذاء اللي عم بفوته على جسمه، الجسم ما عم يستفاد منه كله، فبيكون عم بيحول كميه كثير كبيره من الغذاء اللي بفوته على جسمه لكتله دهنيه. هون بيكون عندنا الاستقلاب فينا نقول عنه بطيء، وبنقول له انه انت استقلابك بطيء. طبعا هذا اكيد له كثير حلول، مو مثل ما بيقولوا انه انا مستحيل انحف، غير اذا كان في سبب مرضي يلي هو كان قصور بالغدة الدرقية، أو كان عنده مثل ظاهرة تكيس المبايض يلي هي بتعملنا مقاومة بالإنسولين. وظاهرة قصور الغدة الدرقية كمان هي فعلا بتعمل استقلاب أقل من كثير أشخاص طبيعيين ما بيعانوا من قصور الغدة الدرقية، لأنه هي طبيعة الجسم بتصير أقل حرق عندهم، يعني بيصير كل شيء بجسمهم أقل من غيرهم. مشان هيك هون وقتها بنقول إنه خف الاستقلاب عندهم. أما ظاهرة تكيس المبايض فبصير عندهم مقاومة الانسولين اللي هي ما بتخلي الخلايا يفوت لها سكريات، بتمنع انه يفوت لها الانسولين يفوت لها السكريات. من هيك بتصير هي عم تحس بالجوع اكثر، وعم يزداد السمن عندها، وعم يخف استقلابها اكثر. فهذا الشيء اللي ممكن يخلي يكون استقلابنا بطيء بالحاله المرضيه. اما بالحاله العاديه كشخص عادي، ممكن هو اول عامل يسببه استقلاب البطيء هو العامل الوراثي، ان كان بطيء ولا ان كان سريع. هي الشغله فعلا وراثيه من اهلنا. والشغلات الباقي نحن بنحددها، مثل شو؟ مثل زياده الكتله العضليه عندنا. بتلاقي انه اذا كتلته العضليه عاليه ممكن يحرق بشكل كثير اكثر من اذا كان عنده الكتله العضليه واطيه. طبعا حسب الجنس كمان، اذا كان ذكر او انثى. دائما نحن بنلاحظ انه الشباب بيحرقوا اكثر من النسوان. تمام، يعني حتى بنقول يا الله انت ما لك شهر كيف هيك نزلت شيء 5-6 كيلو وانا ما عم بقدر انزل كيلو. صحيح. لانه الشباب عندهم كتله عضليه اعلى، فهذا الشيء بيؤدي وسماكه بالعضل اكثر، فهذا الشيء بيؤدي انه يحرقوا سعرات حراريه اكثر. من هيك انا دائما بقول الرياضه بتخلينا جدا نحسن نزيد من الاستقلاب عنا. ثاني شيء العمر، كل ما زاد العمر عنا كل ما خف الاستقلاب عنا، وهذا كمان سببه الكتله العضليه، لانه كل ما زاد العمر عنا اذا ما كان مترافق مع الرياضه فحتخف عنا الكتله العضليه، فحيخف الاستقلاب عنا. هيا خلينا نحكي شوي كيف فينا نزيد الاستقلاب يعني حتى اللي نمط حياتهم يمكن ضعف الاستقلاب صار بطيء عنه. تمام. هلا انه نحن نزيد الاستقلاب يعني نحن بدنا نخليها تفقد الوزن، نحن هذا المفهوم اللي عم نحكي عنه، انه زياده الاستقلاب مثل انه تفقد الوزن. فهذا الشيء مشكله شائعه بالمجتمع يعني. صح. وبيستخدموا ديتوكسات ووصفات من مواقع التواصل. صح. طبعا هذا كله خرافه، يعني هو الديتوكس هو بيعتمد على انه في مضادات اكسده عاليه، هالمضادات اكسده بتخلي تروح السموم من جسمنا، وهي بتعطينا دفشه خفيفه كثير، يعني مثل بيقولوا نفخه بسيطه انه نحن جسمنا
يروح منه السموم فيزيد استقلابنا بنتفه صغيره، بس مو هو الحل السحري لانه نحن ننحف. طبعا الحل انه نحن نعتمد انه ناكل نظام غذاء صحي قليل السعرات الحراريه، بس مو النظام الصحي يلي هو بيعتمد مثلا على 1000 سعره حراريه باليوم كله بس، يلي هو كمان الرجيم القاسي جدا اللي بينقص لنا من 5 مثلا من 7 كيلو ل 10 كيلو بالشهر. هذا الرجيم بالذات بيخلي يكون عندنا خمول، يعني انت وقتها بدك تعتمديه فحيتعتمد نظام حياتك انه انت تضلك قاعده لانه ما حيكون عندك نشاط بدني حرك. فهذا الشيء مو اساسا ما بتقدر تعمل اي نشاط نتيجه نقص الحرارات اللي عندك. فصدقيني بهذا النظام هي شو حيصير عندها؟ حيصير عندها انه مثلا شهر تنقص هالسبعة كيلو، ثاني شهر حتعوضهم، لانه اول شيء نقصت من كتلتها العضليه، نقصت من كميه المي بجسمها، يعني مو بس راحوا دهون، راحوا دهون وكتله عضليه ومي سوائل. تمام، فهذا الشيء هذا المفهوم الغلط، وهي ثاني شهر حتعوض هالسبعة كيلو. فنحن اللي لازم نعتمده انه يكون نظام حياتنا متوازن، صح قليل السعرات الحراريه بس يكون مو اقل من 1000 يعني كالوري. شو تعتمد بروتينات كربوهيدرات؟ تمام، شو لازم هي تعتمد على البروتينات على الكربوهيدرات وعلى الدهون المفيده، ما تنقص ولا عنصر غذائي، مو تقول لك انا هي ما بدي اكله لانه كله فيها تاكله بس بكميات محدده. يعني في ناس كثير عندهم خوف من النشويات انه انا هالخبزه اذا باكل خبز خلص انا فورا بسمن، هذا الشيء الغلط لانه كله لازم تفوتيه، لانه النشويات هي مصدر للطاقه، فاذا ما حتاكلي نشويات ما حيكون عندك طاقه وحتى ما حفيكي تمارسي الرياضه، فهون حتنقص كتلك العضليه، وهذا الشيء نحن ننتبه له انه كله فينا نتناوله بس بكميات محدده جدا. تمام، كمان هي سمعنا كثير عن الانظمه الغذائيه بيقولوا لها الكيميائيه انه كل شخص حسب وزنه فهو ممكن ينحرم من بعض المواد وياكل بعض المواد الثانيه، وفعلا عم نشوف نقصان وزن كثير كبير عند بعض الاشخاص نتيجه هي الحميات، شو مدى صحتها فعلا؟ كل الاشخاص ممكن بعضهم ما جسمه ما يتقبل ممكن بعض الاغذيه او بعض البروتينات. تمام، هذا الشيء انا بنظري كثير شيء خاطئ وكثير شيء غلط، لانه جسم الانسان لازم ياكل كل شيء، نحن خلقنا كلنا مثل بعض، ما في شيء جسمه بينحف على شيء غير الثاني، فانا بنظري هي كلها خرافه وهي كلها مثل العاب بيعتمدوها تجاريه اكثر من ما تكون صحيه. الشيء الصحي انه نحن نفوت العناصر الثلاثه، النشويات اللي بتمدنا بالطاقه، البروتينات اللي بتزيد من كتلتنا العضليه، والدهون المفيده اللي هي بتساعدنا انه نمتص نحن كثير من الفيتامينات، واهم الفيتامينات بي وفيتامين دي، فيتامين دي وفيتامين بي ما بيمتصوا اذا ما كان عندنا هالدهون المفيده. بس طبعا اكيد نبعد عن الدهون المضره مثل المقالي، مثل الشيبسات، مثل البسكويت، مثل الكعك، كل شيء مصنع اللي هي هدول بيعطونا فعلا كالوريز كثير عاليه، هي نحن بنسميها بالامتي كالوري اللي هي انه انت عم تفوتي على جسمك كالوري بلا طعمه ابدا. تمام، فهون وقتها حقول لك غلط. بس الانظمه اللي حكيتي عنها هي انظمه انا بعتبرها بنظري خاطئه، لانه العالم كله مثل بعض، كل نحن لازم نهتم فقط لكميه الكالوري، مثلا ربع خبزه قديش فيها كالوريز، نص خبزه قديش فيها كالوري، هالزيتونه قديش بتفوت لي كالوريز. وقت انت تعتمدي وتعرفي كل اكله قديش بتفوت لك كالوريز وقديش بيناسب يعني طولك مع وزنك قديش بيناسبه كالوريز، هون وقتها انت حتصيري تنحفي وما بقى بتعاني من السمنه وما لك مضطره تروحي للرجيمات القاسيه او الرجيم اللي انه انا البندوره بتسمني او انا الخياره بتسمني، اللي هو هذا الشيء مستحيل يصير. تمام. نعم، طيب في كثير هلا بنات كانوا بالصيف عاملين نظام غذائي او حميه غذائيه، ما نقول ريجيم خلينا نقول، وعندنا جسمهم وقف عند وزن معين ما عاد نزله، هذا له علاقه بالاستقلاب؟ تمام، انا دائما بقول لهم اصعب 5 كيلو بالجسم ينزلوا هن اخر 5 كيلو، بتلاقيها عم بتعاني وعم بتنط وتقعد وما عم ينحفوا هال 5 كيلو عندها. فهون دائما انا بقول لهم لازم اذا كنا عم نتبع نظام غذائي او دايت لازم دائما يكون في عنا تبديل للنظام الغذائي، يعني مو دائما خلص نعتمد اللبنه او نعتمد الجبنه او نعتمد انه انا بس عم باكل هيك، دائما لازم يكون في عنا تبديل بالنظام الغذائي لجسمنا دائما يضل بحيويته، ودائما لازم نفوت بالنظام الغذائي مثل بيقولوا فريده اللي هو بيخلي جسمنا يعيد طاقته، بس فريده مو انه تنزل بالكنافه وبالمدلوقه او بتلاقي حطيت الاندومي والمعكرونه، هذا الشيء الغلط. نحن لازم دائما نفوت وجبه نحن كنا ما عم ناكلها اللي هي مثل بيقول تشفي رغبتها، يعني ما تخلي انه انا يا الله ما فيني اكل هي، لا دائما انت فيكي تاكلي، بس نكون نعتمد مثل 6 ايام اللي هن النظام غذائي ويوم واحد انت تعيشي فيك وجبه واحدة
هذا انك انت تفوتيها طبيعيه بس تتصل الوزن المثالي الا وقتها انه انت لازم يصير نعمل لك تثبيت وزن، ما بقى انه لا بدك تنحفي ولا بدك تسمني. تمام. وشغله ثانيه كنت عم تساليني اياها انه كيف بدنا نحرق 5 كيلو او مثلا اخر 5 كيلو، لانهم بيكونوا صعبين. دائما الرياضه ما نقطعها من حياتنا، لانه انا دائما بقول لهم الدايت مع الرياضه بيعملوا مفعول سحري. الدايت لحاله بدك تعاني منه انه بدك وقت اكثر، والرياضه لحالها اذا ما اجتمعت مع الدايت فحتكون غلط. نعم. تمام. يعني هي شكرا كثير لهي المعلومات اللي قدمتي لنا اياها، وبنتمنى فعلا بعد قد ما فينا على الانظمه التجاريه لو شفنا فيها حل سحري اول شهر، لكن نتائجه سلبيه لبقيه الشهور. شكرا هيا. عفوا. شكرا لوجودك معنا هيا، وان شاء الله هيك يكونوا استفادوا كل الصبايا من الشباب كمان، لانه اكثر عم صارين اكثر. شكرا لوجودك. عفوا حبيبي.